الأصل أو الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شيء. هذا هو الأصل، أن الإنسان عندما يتصدق يريد وجه الله فقط، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يطلب منهم الشكر ولا يطلب منهم الجزاء، وإنما يطلب الشكر والجزاء من الله سبحانه وتعالى. أما إذا قال للإنسان الذي يتصدق أدعو لي هذه الصدقة وأدعو لي، هذا أنقص من أجر نفسه. الصدقة صحيحة إذا نوى بها وجه الله صحيحة الصدقة، لكن الأجر نقص بهذه الكلمات. لا تطلب من أحد شيء. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، بس لا بد أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا تصدق على أحد وقال أدعو لي، لا لم يفعل شيئا منكرا، لكن أنقص من أجر نفسه، أنقص من أجر الصدقة. نعم.